السلام عليكم متابعي ومشاهدي موقع مصراوي الكرام، معاكم الآن في بث جديد من مدينة بسيون من محافظة الغربية. شهدت مدينة بسيون النهاردة وفاة طفلة عمرها 4 سنين بسبب قيام والدتها بالتوجه إلى أحد الصيدليات اللي احنا موجودين قدامها دلوقتي، وبسبب ارتفاع درجة حرارة الطفلة، وقام الدكتور اللي موجود في الصيدلية بإعطاء الطفلة حقنتين مما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء شديدة، وتوجهت على أثرها إلى مستشفى المنشاوي العام. الكلام ده كان يوم الأربع اللي فات، وسرعت الطفلة الموت في المستشفى لحد ما توفاها الله النهاردة بمستشفى المنشاوي العام نتيجة حساسية من مضاد حيوي. قام الدكتور بإعطائها مع حقنة تانية لانخفاض السخونية شوية بعد ما والدتها ترددت على الصيدلية بأن بنتها مرتفعت حرارتها. حي الصيدلية دي الأهالي هنا في بسيون بيتوجهوا ليها لكتابة الوصفات وتشخيص بعض الحالات حسب كلام الأهالي هنا. الصيدلية موجودة أمام البنك الأهلي في أحد الشوارع الجانبية اللي يشتهر بانتشار عدد كبير جدا من الأطباء فيه. الصيدلية اتضح انه يديرها طبيب بيطري، زوجته طبيبة صاحبة الصيدلية، وهو اللي بيقيم بإدارة الصيدلية إدارة كاملة، وبيقوم بوصف الأدوية وتشخيص الحالات وعمل الوصفات اللي اشتهر بيها جدا في مدينة بسيون. عشان كده ترددت عليه والدة الطفلة لوصف ليها دواء. النهارده اتقبض على الدكتور وبيتم التحقيق معاه بتهمة وفاة الطفلة، تسبب في وفاة الطفلة، و في انتظار قرار النيابة بعد من تشريح جثمان الطفلة وخروج تقرير الطب الشرعي.